طيب يلا نبدأ. قولي السلام عليكم. السلام عليكم. مرة ثانية السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي قولي هاي جايز. هاي جايز. اوكي اليوم اللي بيفوز او اللي راح يختار الفايز وهو شو اسمك انت؟ فروزن. اوكي اسمها فروزن. خلاص عرفت اسم بنتي اسمها فروزن. فراح هي اللي تختار او تختار اسم الفايز. فبحط عندي وقت في الجنب هنا بخليها تختار بين الصفحات ترقى وتنزل لمدة دقيقة بعدين نقولها خلاص وقفي على الاسم الشخص. فكبداية زي ما طلع الصفحات كلهم خليه يحمل الصفحات كلها أو التعليقات كلها. أوكي تسوين كذا واجد فهمتي؟ أوكي فيلا نبدأ الحين. 1 2 يلا. أوكي يلا بعد ليه قلت إيش وقفي وقفي ها لا توقفين الحين. بعد كاملة بعد 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 لا توقفين كاملي. اوكي بعد 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 تعبت ما علي ما علي كاملي كاملي خلي خلي مع الاولون خلي وني نسيت هذا. اوكي يلا تعال نرجع نحسب مرة ثانية. الاولان الالوان قصده وهي قلم حق الايباد. خلي هنا خلي هي ما تعرف الايباد ما تعرف الاجهزه ف لا لا خلي هنا عشان ما يطيح. خلي بعدين اوكي نكمل مره ثانيه دقيقه هنا. ايوه اذا قلت ايش وقف وقف مو بعد كمل بعد 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 الوقت هذا هو قاعد يمشي اللي انت اختاره. يلا بعد ها تعب صبعك اه يلا كملي. ما في باور كرامب هنا. تعالي ساكن الكوكيز. سمعين بطلع اشترى من الفيديو كملي تاكل الكوكيز بام. يلا ما بقى شيء 20 ثانية. يلا كملي بعد يلا ارقى فوق ارقى فوق ارقى فوق 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 خلاص يلا فوق خلاص خلص فوق كذا يلا اختاري بس يلا اختاري بس وقفي اختاري صبع حط صبع. اوكي خلاص الفايز هو بوها. اوكي فهذه الحسابات حقتها. خلني نشيك في الحسابات. اخترتي الفايز انت. خلني نشوف الحسابات كبداية. هنشوف الأشخاص هل مشتركين عندي ولا لا. الإنستغرام مشتركة عندي وسوت الحساب سوت الشرط الأول في المسابقة خلصنا منه. نشوف الشرط الثاني. أوكي مشتركة عندي أصلا حساب أو تويتاتي كلها مسوي لها رتويتي هي. فمبروك بوها يمكن. أوكي فكلميني في سناب شات هذا حسابي في سناب شات علشان تواصل الهدية وتختارين الهدية شني. إنه اخترنا احنا الايربودز لكن نوع الايربودز وهل تبين بالكتابة ولا بدون كتابة. فمبروك مقدما وحظ اوفر للشاركه المسابقة. لكن ان شاء الله راح نكمل معاكم ونسوي لكم مسابقات ثانية قدام. ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.